أن اللزوم والتمسك بالسنة عصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم. أحسن الله عليك شيخنا. هذا يسأل يقول هل يجوز إجابة دعوة أهل البدعة في الوليمة؟ أهل البدع هل يجابون في دعوتهم للولائم؟ لا، أهل البدع المحرمة لا يستجاب لهم في الدخول في أخص عامه، لا يدعوهم إلا إذا أراد أن يدعوهم للهدى وينصحهم ويرشدهم.